بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. العزل كما تقدم هو أن يجامع الرجل زوجته أو سريته، فإذا قرب نزول المني يخرج المني خارج الفرج، فهذا يسمى عزل. فيقول جابر رضي الله عنه: كنا نفعل ذلك، ولكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وتقدم في الأحاديث أن العزل ما ينبغي، لأن ما قدره الله تعالى لا بد أن يقع سواء عزلت أو لم تعزل. وأما العزل عن الحرة، الزوجة الحرة، فلا يجوز إلا بإذنها ورضاها، لأن لها حق في الجماع. وأما المملوكة فيجوز العزل بدون إذن، ولا ينبغي العزل، لأن الحمل بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يقع الحمل بدون مني بقدرة الله تعالى. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجحٍ، أي حاملٍ، أنه أتى بامرأة مجح أي حامل على باب فسطاط، أي على باب خيمة، فقال: لعله يريد أن يلم بها، أي لعل يريد أن يجامعها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. الأمة إذا كانت حامل لا يجوز أن يجامعها سيدها، لأن الحمل لغيره، فلا يجوز أن يجامع المرأة الحامل ولو كانت مملوكة. إذا كان الحمل لغيره لا يجوز أن يجامع حتى تضع وتطهر من دم الحيض، من دم النفاس. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حاء، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود جميعاً عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا خلف بن هشام، حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم رحمه الله: وأما خلف
فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال جذامة. قال النووي رحمه الله: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع، الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي لها ولد يرتضع، أن يجامع امرأته وهي مرضع، فيقال ومنه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأغلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، ولكن نظر أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم، فلم ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أخت عكاشة رضي الله عنه قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وذلك أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، فلذلك لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوه عن العزل، وهو أن يجامع الرجل امرأته فإذا قرب خروج المني يخرجه خارج الفرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، يعني هذا الوأد الخفي، والوأد هو دفن البنت حية كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فيقول العزل الوأد الخفي، يعني لا ينبغي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقري وهي: وإذا الموؤودة سئلت، كان أهل الجاهلية إذا ولدت المرأة أنثى يقتلون الأنثى، يدفنونها وهي حية، فيقول العزل وأد خفي، يعني لا ينبغي أن يعزل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري، حدثنا حيوة، حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، يعني يجامعها فإذا قرب خروج المني أخرجه خارج الفرج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته: إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم، يعني يجوز أن يجامع وامرأته وهي ترضع، وأن ذلك لا يضر.
كتاب الرضاع. قال النووي رحمه الله هو بفتح الراء وكسرها رضاع أو رضاع، والرضاعة بفتح الراء وكسرها. وقد رضع الصبي أمه، رضع الصبي أمه بكسر الضاد، يرضعها بفتحها رضاعاً. قال الجوهري من علماء اللغة، ويقول أهل لجد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع، رضع يرضع رضعاً كضرب يضرب ضرباً يعني على هذا الوزن. وأرضعته أمه وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه. والرضاع هو مص الثدي وشرب اللبن من ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة أم المؤمنين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، أي على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة. هذا الرجل هو عمها من الرضاعة. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذا رضع طفل من امرأة وهو دون الحولين، الطفل لم يبلغ حولين، إذا رضع خمس رضعات من امرأة فيحرم، يكون هذا الرضاع محرم، فيصير تصير تلك المرأة أمًا لهذا الطفل وزوجها أب لهذا الطفل، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك أخو الزوج يصير عم الطفل من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويكون الرضاع خمس رضعات، المحرم خمس رضعات، ويكون الطفل دون الحولين أي لم يبلغ سنتين، وأن يكون اللبن يعني عن حمل، تكون المرأة حامل ولها ويرضعها وهي حامل، فيحرم الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحدثنا هو أبو كريب، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثني أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي، حدثنا علي بن هاشم ابن البريد جميعاً عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال النووي رحمه الله وأولاد المرضعة يصير إخوان لهذا الطفل وأخوات. قال ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع عن الطفل الذي رضع، ويصير ولدا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علي. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للطفل الذي رضع، وأما إخوان الطفل
لا يدخلون، أبوه ما يدخل، أمه ما تدخل، إنما التحريم يتعلق بالطفل الذي رضع. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام العروة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح اسم رجل أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد أن أنزل الحجاب، بعدما أنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي، لأن أخوه زوج المرضعة، فتصير عمه تصير عم من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أبو القعيس وزوج المرضعة، وهذا أخوه يصير عمها من الرضاع. إذا كان الرضاع 5 رضعات ويكون الطفل دون الحولين، ويكون اللبن ثاب عن حمل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد: قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك. هذه كلمة تقال عند التنبيه: تربت يداك، أي لصقت يداك بالتراب، ولا يراد معناه، إنما يعني يدل على أنها قد أخطأت في ذلك. اللبن يخلقه الله من مني الرجل ومني المرأة، فاللبن مختلط من مني الرجل ومن مني المرأة، فزوجها يصير أبوه والمرأة تصير أمه الرضيع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. يعني بالنسبة للرضيع يصير ابن للمرضعة، وزوجها أب للمرضعة بالنسبة للرضيع فقط، أما إخوان الرضيع لا يدخلون، فأبوه لا يدخل وأمه لا تدخل، إنما الرضيع فقط هو الذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه: فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة
التي أرضعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاع يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك، أي فليدخل عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك، فليلج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته، وقال لهشام: إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال: فهل لا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: تحتجب منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح ابن قعيس، فأبيت أن آذن له، فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليدخل عليك فإنه عمك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال النووي رحمه الله: تنوق أي تختار وتبالغ، تختار وتبالغ، تنوق أي تختار وتبالغ. ما لك تنوق في قريش وتدعنا تتركنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ يعني أتزوج؟ قلت: نعم، بنت حمزة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، بنت حمزة لا تحل لي، هي بنت عمي ولكن لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. من الرضاعة، هي بنت أخي من الرضاعة، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
عن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني قيل له تزوج بنت حمزة رضي الله عنه، فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. حدثناه زهير بن حرب، حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي، حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة. وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل يا رسول الله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، قال إن حمزة أخي من الرضاعة، فتصير بنت أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي سفيان رضي الله عنه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان، أن تزوج أختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها أي تتزوجها، قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، أي لست أنا وحدي عندك، لك زوجات أخر وأحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي، لأن الجمع بين الأختين محرم. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قلت نعم، قال لو أنها لم تكن ربيبتي أي بنت زوجتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة اسم امرأة، فالجمع بين الأختين محرم. وكذلك هناك سبب آخر وهي ابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، هي بنت الزوجة محرمة إذا دخل بالأم، وأختها لا يجوز الجمع بين الأختين. وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما حدثته أن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟
قالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخليه، أي لست أنا وحدي عندك، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، يعني بنت زوجتي، وبنت الزوجة محرمة إذا دخل بالأم. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني هناك سبب آخر، أنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة امرأة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت المرأة إذا دخل بها الرجل تحرم، وكذلك أختها، الجمع بين الأختين محرم. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد حا، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد ابن أبي حبيب. يعني أخت أم حبيبة اسمها عزة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. يعني إذا مص الطفل مصة واحدة لا تحرم، أو مصتان لا تحرم، إنما الذي يحرم خمس رضعات، ويكون الطفل دون الحولين. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى: أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي من أهل البادية على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة، أي الجديدة، رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة، أي المصة، والإملاجتان، أي المصتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: فالمصة الواحدة لا تحرم، المصتان لا تحرمان، إنما الذي يحرم خمس رضعات في الطفل دون الحولين، وأما المصة الواحدة أو المصتان لا تحرم. وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلاً من بني عامر بن صعصع قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً
عن عبده بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة، يعني المصة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا. فالذي يحرم خمس رضعات، ويكون الطفل دون الحولين، ويكون اللبن ثاب عن حمل. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني كان أولاً عشر رضعات تحرم، ثم نسخ بخمس رضعات تحرم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي تحرم من الرضاعة، قالت عمرة: فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. كان أول عشر رضعات تحرم، ثم نسخ بخمس رضعات تحرم. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول بمثله. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة زوجها من دخول سالم وهو حليف. سالم غلام تربى عندهم، فلما بلغ صار أبو حذيفة يعني يكره دخوله لأنه قد بلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، أرضعي سالم. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا هذا سالم. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رضاع الكبير خاص بهذا الحديث، وأما غيره فرضاع الكبير لا يحرم. الرضاع يكون قبل الحولين، يكون الطفل قبل الحولين خمس رضعات، وأما الكبير فرضاعه لا يحرم. وأما هذا الحديث فقال الصحابة رضي الله عنهم أنه خاص بسالم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعاً عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي
عن أيوب عن ابن أبي مليك عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني بلغ الحلم وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين إلا عائشة قالوا أن هذا خاص بهذا الغل بهذا بسالم، وأما رضاع الكبير فلا يحرم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليك أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالماً لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، احتلم وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به، وهبته أي خفته، ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثاً ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فحدثه عني أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتني. ولكن الصحابة وأمهات المؤمنين يقولن أن هذا خاص بهذا سالم، وأما رضاع الكبير فلا يحرم إلا عائشة رضي الله عنها، فكانت تعتبر رضاع الكبير. ولكن أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله قالوا أن رضاع الكبير خاص بسالم. وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، أي الذي قد بالغ قد قارب البلوغ، الذي ما أحب أن يدخل علي. قال: فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأتي إن امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة رضي الله عنه منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. ولكن الصحابة وأمهات المؤمنين قلنا هذا خاص بسالم، أما رضاع الكبير فلا يحرم. وعائشة رضي الله عنها تقول أن رضاع الكبير بهذا الحديث ينفع، ولكن الصحابة لم يوافقوها على ذلك، فرضاع الكبير لا يحرم. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال: حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما تقول: سمعت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاع. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة زوجها من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية رجل، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، ولكن الصحابة وأمهات المؤمنين غير عائشة قالوا هذا خاص بسالم، أما رضاعه الكبير فلا يحرم. حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، يعني أن الرضاعة الكبير لا يثبت. وقلنا لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، أي ولا يرانا. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاع، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاع، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تحرم أن يكون الطفل دون الحولين ويشبع وينفعه الرضاع، أما ما زاد على الحولين فالرضاع لا يثبت لا يحرم، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تسد الجوع، وهو من يكون الطفل دون الحولين. حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا جميعا حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حا وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه، غير أنهم قالوا من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة الذي يشبع به الطفل وينبت به اللحم، وأما رضاع الكبير فلا يحرم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين غزوة حنين بعث جيشا إلى أوطاس، قال النووي أوطاس رحمه الله موضع عند الطائف، بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم أي انتصروا وأصابوا لهم سبايا يعني نساءهم وأطفالهم، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. المرأة إذا سبيت زوجها انتهى أمره، ولكن لا يقربها الذي صارت في نصيبه، لا يقربها حتى تحيض حيضة إن كانت غير حائض، إن كانت تحيض حيضة ويعلم أن رحمها
خالي من الحمل، وإن كانت حامل حتى تضع، فلا يقربها إلا إذا كانت غير حامل حتى تحيض حيضة، وإن كانت حامل حتى تضع. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المرأة النساء المزوجات يحرمن إلا ملك اليمين، لأنها إذا جاهد المسلمون الكفار وسبوا نساءهم، فالنساء إذا صار سرن في نصيب أحد من المجاهدين يجوز أن يقربها، لكن إن كانت تحيض ينتظر حتى تحيض ويعلم أن رحمها خالي من الحمل، وإن كانت حامل حتى تضع. قال: والمحصنات من النساء، أي المزوجات، يحرمن إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، إن حيضة إن كانت غير حامل، ووضع الحمل إذا كانت حامل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، يعني جماعة من الجيش، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. لا بد أن ينتظر إن كانت تحيض حتى تحيض، ويعلم أن رحمها خالي من الحمل، وإن كانت حامل لا يقربها حتى تضع. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما في غلام، اختصما في ولد، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هذا، أي الولد، يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، هذا الولد ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، أن يشبه عتبة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدتي، هذا الولد من مملوكة أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، عبد بن زمعة لك الولد للفراش، لأنه من أمة أبيك، من أمة أبيك الولد للفراش، وللعاهر الحجر، أي للزاني الخيبة، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة أم المؤمنين، احتجبي من هذا الولد. قالت: فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن روح قوله يا عبد. فالزاني ليس له شيء، فالولد
لصاحب الجارية، وأمر أم المؤمنين سودة أن تحتجب من هذا الولد لأنه ليس من أبيها إنما هو من عتبة، فأمرها أن تحتجب منه، وحكم بأن الولد لعبد بن زمعة ولد سيد الجارية. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرًا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهل الحجر، يعني الأمة هي لزمعة فالولد هذا للفراش لصاحب الجارية. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد ابن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، يعني فرحا تبرق أسارير وجهي أي من السرور، فقال ألم تري أن مجززا اسم رجل أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض أسامة بن زيد أبوه زيد ولكن اللون مختلف، لون أسامة يختلف عن لون زيد، فكان الناس يشككون فيه زي ابنه ما هو ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أسامة ابن زيد، وجاء هذا الرجل الذي يعرف الشبه القائف الذي يعرف الشبه، فرأى زيد بن حارثة وابن أسامة مضطجعين ومتغطيين وأقدامهما بارزة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيد الحق وهو أن أسامة ابن زيد، فالقائف الذي يعرف الشبه يقبل قوله إذا جرب أنه يعرف الشبه وأنه يوافق الصواب. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً أي فرحاً، فقال يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلج
من قبيلة بني مدلج دخل علي فرأى أسامة وزيدا رضي الله عنهما وعليهما قطيفة يعني كساء قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال هذا مجزز القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أن أسامة ابن زيد، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلامه هذا وافق الحق، وفيه رد على من يشكك. وحدثناه منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل قائف وهو الذي يعرف الشبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد أي حاضر، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحدثني حربلة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس وكان مجززاً قائفاً أي يعرف الشبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أقام عندها ثلاثاً لأنها ثيب، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك أي مكثت عندك سبع ليال، وإن سبعت لك سبعت للنساء، لكن إذا مكثت عندك سبعة فكل واحدة سبعة، وأما إذا اكتفيت بثلاث لأن الثيب إذا تزوجها لها ثلاث ليالي أولاً، ولكن إذا زاد فيعدل بين النساء كلهن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم زرت، قالت ثلث يعني ثلاث ليالي.